سنتحدث أكثر، ولكن هذه المرة عن الاقتصاد البحريني. ينضم إلينا الآن وزير الصناعة والتجارة والسياحة معالي زايد بن راشد الزياني. مرحبا بك معاليك، وشكرا لحضورك معنا والمشاركة. البحرين أعلنت خلال هذا العام عن حزمة مالية واقتصادية كبيرة تجاوزت 30% من الناتج المحلي الإجمالي. كيف تقيم نتائج حزمة التحفيز التي طرحتها الحكومة حتى الآن بالأرقام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر لكم هذه الاستضافة والفرصة أن نشارككم في هذا البرنامج الممتاز. طبعا الحزمة المالية اللي طرحت من قبل حكومة مملكة البحرين ابتدت في مرحلة متقدمة، وكانت مع بداية الربع الثاني من العام وفي بداية جائحة كورونا، وكانت مثل ما تفضلتي تشكل ما يفوق 30% 32% من الناتج المحلي، واستهدفت بشكل أساسي أن احنا نعطي أكبر دعم من الممكن في بداية الأزمة لنتفادي عواقب كثيرة وعقبات كثيرة اللي ممكن تترتب بسبب الأزمة. الأساس كان هو الحفاظ على المؤسسات وعلى القطاع الخاص البحريني وعلى الوظائف في البحرين من فقدان الوظائف اللي ممكن يكون لها تداعيات أكبر من نواحي اجتماعية أيضا وليس مالية. طيب الحمد لله نجحنا في ذلك. بالقطاعات اللي أنت مستلمة معاليك، يعني التجارة والصناعة والسياحة، من القطاع اللي كان أكثر تضررا ومن اللي شفته عنده الريكفري كانت أسرع؟ طبعا ما في شك ان القطاع السياحي هو القطاع اللي تاثر اكثر، وبالاخص يعني لما ندمج معاه قطاع الطيران. انا ايضا رئيس مجلس اداره شركه طيران الخليج الناقل الوطني لمملكه البحرين، وعلى مستوى العالم يعني شفنا ارقام ان القطاع السياحي كقطاع منشآت وفنادق وترفيه ومطاعم، وأيضا قطاع الطيران كانت من القطاعات المتضررة جدا، وكثير منها طبعا بسبب غلق المنافذ والمطارات في مختلف دول العالم. احنا في مملكة البحرين اتخذنا سياسة بقيادة سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء في محاولة موازنة التدابير الصحية مع الحفاظ على الفعاليات الاقتصادية، وهذا اللي مكننا من احنا ما نلجأ الى اغلاق تام. مطار البحرين كان شغال كل يوم في عام 2020، طيران الخليج استمرت في الطيران رغم محدودية الوجهات، إلا أن احنا لم نقطع تواصل مملكة البحرين عن دول العالم بما يسمح لنا من دول الطيران إليها. كيف ستقومون بإسناد هذا القطاع بالمرحلة المقبلة معاليك؟ طبعا هو كقطاع حصل على الدعم في الربع الثاني والثالث والرابع أيضا من عام 2020، سواء على مستوى الطيران أو مستوى القطاع السياحي. نتأمل الآن بوجود التطعيمات وبوجود الاحترازات الصحية أن يبتدي القطاع في التعافي من نفسه، ونشوف حركة إيجابية في هذا القطاع سواء كان على مستوى الطيران أو مستوى السياحة. طبعا سبق كورونا في عام 2019 أن البحرين حققت أرقام قياسية في بالنسبة لسجلات في استقطاب السواح، وصلنا تقريبا 13 مليون سائح اللي زاروا مملكة البحرين، وهذا كان تقريبا 7% نمو عن العام الذي قبله. خطتنا واضحة لإعادة تنشيط هذا القطاع بالتعاون مع المستثمرين في هذا القطاع بحيث أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل وباء الكورونا. طيب معاليك، نحن بنعرف بأنه ما يزال الصراع ما بين اللي بدهم يفتحوا الأسواق ومن يريدون إبقاءها. ضمن هذا الديبيت، هل تعتقد بأنه ما قامت به الحكومة البحرينية كان في مكانه؟ جدا، واعتقد احنا اليوم يعني ولله الحمد بفضل القيادة الحكيمة، اولا البحرين بدأت التصدي لكورونا في فترة متقدمة من العام، كان في تشكيل الفرق والخطط منذ بداية فبراير قبل نرصد اي حالة في مملكة البحرين من الوباء. اخذنا خطوات استباقية، وكانت دائما السياسة واضحة بان احنا الوباء سينجلي، ولكن العواقب الاقتصادية نحاول ان نحد من حدتها عشان نرجع لمرحلة التعافي باسرع وقت ممكن بعد انجلاء الوباء. اعتقد ان مرور البحرين في هذه الأزمة بدون
يعني إغلاق تام كما حصل في العديد من دول العالم، يحسب كنجاح المحافظة والسيطرة على انتشار المرض، كمية الفحوصات اللي تقوم بها مملكة البحرين نسبة إلى عدد السكان أيضا شيء يحسب للبحرين، واللي أهم من ذي كله أن الوعي الاجتماعي والتعاون الوطني اللي صار بين الحكومة وبين الشعب والمقيمين في البحرين والخدمات الطبية، يعني كان شيء يثلج الصدر الحقيقة في وقت اللي كان مطلوب تكاتف الجميع فيه، وهذا أدى إلى النجاح. وإن شاء الله احنا يعني نشوف أن الأسوأ خلفنا. طيب. واللي جاينا إن شاء الله بيكون انفراج أكثر إن شاء الله، على أمل أن يكون هذا الكلام يعني واقع قريبا. حطنا بصوت التوقعات لأداء قطاعات التجارة والصناعة والسياحة في ظل وفي ضوء هذه، أو خلينا نقول في ضوء مبادرات دعم هذه القطاعات، أحسن من ظل. عفوا ممكن تعيدين سؤال؟ عم أقول ضعنا في صورة توقعاتكم لأداء القطاعات إن كان التجارة والصناعة وإن كان السياحة خلال العام المقبل، على ضوء ما تحدثت به من مبادرات لدعم هذه القطاعات، واللي أكيد طالت أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعني بما أنه حكينا أنه هي أيضا كانت أخذت نصيب الأسد من الدعم الحكومي. نعم طبعا احنا في عام 2020 كان الأسوأ هو الربع الثاني، منذ الربع الثاني شهدنا نمو اقتصادي في الربع الثالث وأيضا يستمر هذا النمو في الربع الرابع، بالرغم من أن في بعض القطاعات المحدودة جدا أن نمت أيضا حتى في الربع الثاني، مثل القطاعات الطبية، قطاعات الأغذية، هذه لاحظنا فيها نمو واستمر النمو. نأمل إن شاء الله في عام 2021 أن نعود للتعافي وأن نسجل نمو اقتصادي في حدود 3% مقارنة ب2020، ونأمل إن شاء الله بعام 22 أن يكون النمو الاقتصادي يستمر أيضا فوق 3% اللي رجعنا إلى مستويات ما قبل جائحة الكورونا إن شاء الله. أنا أشكر حضورك معنا اليوم وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، وعام سعيد إن شاء الله.